مهاره الحفظ والفهم والاستيعاب الثقه والشعور بالذات تحسين خلايا المخ امكانيات وملكات يكتسبها طفلك اذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقه ومصوره مناسبه لسنه في غرفته او متناول يده مشاركته في قراءه بعض كتبه وقصصه المحببه اصطحابه الى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه استثمار بعض تساؤلاته بالاجابه عن اجزاء منها وارشاده الى كتب تجيب عن باقيها استخدام اسلوب الحكي بان نحكي له قصصا ممتعه ونرشده الى كتب تحوي قصصا اجمل التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءه ربط انشطته المحببه الى نفسه بالقراءه وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفه وعسى ان يكون من الذين قال الله فيهم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير